عايز تطلع في الكادر؟ تقدر
بلد تدوس الجامعه تقدر تطلع الهضر اندبندمنت. هنعملها ازاي؟ هنعمل ثلاث ليها اير ووتر سوي. ثم تشوف بقى ايه الحاجات اللي بتسبب الايه؟ ايه الغازات اللي عندي؟ المنتجات. او لو انا بستخدم ناتشرال جاز مثلا هل في ممكن يصور الناتشرال جاز ده ولا لا؟ بعمل تكيير للبترول ايه الحاجات اللي ممكن يحصل فيها تسريب للجو؟ تمام؟ تبع الوزن اللي عندي. تمام؟ وبعدين الووتر وبعدين ايه؟ الايه؟ ايه؟ السويل. تمام؟ طبيعي لو بصينا على في عندي حاجة اسمها كلابر ويست. احنا عندنا من أهم الحاجات اللي هو الـ H2S. H2S والـ SO2 كده علشان تعمل تريتمنت أو تتخلص من الـ SO2 تعمل حاجة اسمها سكرابر. السكرابر ده بيحتوي على إيه؟ بيبقى محتوي على إيه؟ على حاجتين، لا إما أملاح كالسيوم لا إما أملاح صوديوم. ده بيتفاعل مع الـ SO2 ويكون لي سلاتش. دي المفروض إن أنت بتبقى عاوز تتخلص منها. ده المفروض هنا بالاستقرار ويست. الويست النفايات النادرة منين؟ من إيه؟ من الاستقرار. تمام؟ يبقى البروسس نفسها فاهمة من البروسس هو اللي بيحدد ازاي تقدر تطلع الهضم. هو ده الهدف من المحاضره دي، ان انا اقول لك بعض الهضم الموجوده في الصناعات البتروليه. الليفل اللي بتطلع بيه كام في المعتاد، والليفل بيعتمد على نوع البترول او نوع الخام. كود اويل نفسه اللي عندك كام نوعه ايه؟ يعني اسف عندنا في مصر كود اويل عندنا يعتبر مش جيد. فاحنا هنميل الى الابر ليميت. يعني دايما هنميل للابر ليميت. بالنسبه للايه الليميت اللي احنا قلناها. وبعدين بقى في ليميت المفروض ان انت يا باشمهندس اللي بيتكلم انت عباره. رحت فين العباره دي يا بصار؟ كنت لسه قاعد في المكان ده ولا اتنقلت؟ لا لا. طب وايه اللي نقلك؟ يا انت عباره. خلاص الكل مصطفى ما فيش مصطفى. يا مصطفى. اللي كان بيتكلم. واللي بيشرب بيبسي ده يشربه برضه. ناخد من الاجانب التزامهم في ان هم بيلبسوا يشربوا بيبسي في المحاضرة.
تعملوا كده لما تشتغلوا هتقعدوا يومين في الشغل. يكون عندك سيمينار كده وتقعد تتكلم وتهرب كده، مع السلامه. الملوحه سولز او الميه، احنا قلنا في ميه بتنزع منها اللي هي الناتجه من الديفولت. الميه دي بتبقى فيها نسبه عاليه من القدحه، ده بتبقى من 50 ل 150,000 بي بي ام. ميه الطحن كام؟ فيها كام بي بي ام؟ 35,000. يعني دي تمثل اربع اضعاف، اكثر من اربع اضعاف، الابر ليميت بتاعها اكثر من اربع اضعاف الملوحه في ميه البحر. دي لو دخلت في السويل تمنع النبات ان هو يمتص في الايه؟ الغذاء بتاعه. يبقى دي هتؤدي الى ايه؟ الى التصحر. اسمع عن التصحر الاول. تمام، دي تؤدي الى ايه؟ زياده الملوحه في الايه؟ في الارض. وبالتالي دي برضه من ضمن الايه؟ المخاطر اللي موجوده المصاحبه لصناعه الايه؟ هنشوف كده هو مع الدكتور هاني عن الامتحان هيبقى شكله ايه؟ تمام، لكن المطرح الاولاني ان هو على الاقل هيبقى في نصه ام سي كيو والنص الثاني اجزاء نظريه. انا بديكم على موديل كده هو لبعض الحاجات هيبقى شكله ايه؟ ان انت تطلع الهزر وتعمل تحليل. احنا درسناها مع بعض. امسك يا ثانيه.